إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الاحتفال بالمولد ينبغي أن ننظر له من خمسة أوجه حقيقة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذا اليوم أبدا، لم يثبت أبدا بل ولم ينقل ولا ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا اليوم، وكذا أصحابه أبو بكر عمر عثمان علي الحسن الدولة الأموية الدولة العباسية لم ينقل عنهم شيء من ذلك أبدا، وهم أحرص الناس على فعل الخير ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت خيرا أو ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، وهذا ما أخبرنا به، فلو كان خيرا لنبهنا إليه صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الرابع أنه لا يعرف على اليقين متى ولد صلى الله عليه وسلم أبدا، كل من يدعي أن النبي ولد في هذا اليوم ليس عنده دليل أبدا، لا يوجد أي دليل. واختلف أهل العلم في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أقوال أو ثمانية، لا يدرون متى ولد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأكثر على أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول لكن بدون دليل، وإنما هكذا تناقله الناس، لكن لا يثبت شيء أبدا، لا يستطيع أحد أن يجزم أن هذا اليوم هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عشر من ربيع الأول. وأعظم هذه الأمور أنه بالإجماع أن الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا نحتفل بوفاته والعياذ بالله. باتفاق أهل السير والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ففي النهاية نحن نحتفل بموته والعياذ بالله، هذا واقع الأمر أننا نحتفل بموت، كنا فرحانين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يجوز حقيقة الاحتفال وترك هذا هو الأصل. والذي يريد أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم احتفل به كل يوم، كما قلنا في عيد الأم يجب أن يكون عيد أمك كل يوم، ومن أراد أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عنه كل يوم، في كل أسبوع نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل شهر نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل سنة نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخص يوما دون يوم ولا شهرا دون شهر. فالقصد أنه يترك الاحتفال بهذا اليوم، الله أعلم.